سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن من ضمن كاميرا عونا تتجول في أوساط الجاليات الإفريقية ومن ضمن في مطعم الخرطوم سنتر نلتقي بالأخ وعن يحدثنا عن متى افتتح هذا المطعم وما هي المأكولات التي يقدمها هذا المطعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في مطعم الخرطوم وحي الأخ. بدأنا في 2007 والحمد لله مستمرين لحد الآن في العمل داخل المطعم وفي عدمين، والحمد لله نحن كسفارة السودانيين وكل الشعوب الأفريقية الذين يكونوا لكي يأتوا إلى هذا المطعم ويتناولون الوجبات السودانية ويكونوا بكل قوة الأفريقيين والقوة السودانية والصومالية وكل الجاليات الأفريقية. الحمد لله بفضل الله يسمى الكثير من الزبائن السودانيين وذلك بفضل الله تعالى. والحمد لله نحن هنا مركز سوداني وكل أرضي وكل الأحوال الأحوال السوداني في السودانية. شكرا جزيلا، وهذا هي بعض المقتطفات من المطعم الخرطوم على محتوياته كاملة، وننقل لكم المطعم بأكمله. وهذه هي المطعم، بإيماننا نبني جنة.